السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم الطابلو اللي صوبتوا اللي فيه جميع الافعال المتداوله. ما يمكنش ليا غندير لكم الافعال كاملين اللي عندهم التصريف ديالهم خاص، اللي ديجا علمتكم في الفيديوهات السابقه، فقد درت لكم الافعال اللي غيبقاو يتداولوا لكم في التمارين. وبطبيعه الحال فيما غادي نتصادفوا مع شي فيرب ما دايرينوش غادي نزيدوه في لو طابلو. هاد لو طابلو هذا غادي نصوره وغادي نلوحو لكم في لاباج فيسبوك. كلشي يدخل لاباج ويدخل هاد الفوتو هادي اللي غادي نلوح لي فيها هاد لو طابلو، وكنتمنى انكم تكتبوها. انا حاولت نترجم لكم لي فيرب، وهاد لي فيرب هادو عطيتكم حتى الباست سامبل حيت غادي نحتاجوه كيف قلت لكم في هاد العام الثانيه بكالوريا، وحتى بالنسبه للناس ديال الاولى بكالوريا، وغادي نحتاجو حتى الباست بارتيسيبل. هاد لو طابلو هذا واخا تحفظ القاعده ديال اي زمان كما كان النوع ديالو، الا ما كنتيش حافظ لو طابلو ديال الافعال اللي ما عندهمش قاعده خاصه بحال ما درتي حتى شي حاجه بحال كبيتي الماء على الرمله، دونك غتحاولوا تغلبوا على هاد الافعال مره مره. حفظ جوج ثلاثه اربعه حتى غتلقى راسك راك كملتي، ومع التمارين كثر التمارين ما غتبقاش ترجع للطابلو، غتلقى راسك حفظتي بزاف ديال الافعال. بزاف منكم غيلقاو راسهم حافظين شي حاجه من العام اللي فات الا كانوا كيخدموا الانجليزيه، واخا ما يكونش عندك اصلا مع الانجليزيه دير هادشي هذا اللي كنقول لك وغادي تبقى غادي مزيان، باش عافاكم من نوصلوا للدروس ديال بصح ديال الثانيه بكالوريا اللي فيهم الخدمه وفيهم القواعد بزاف، ما بقاوش حاصلين مع اشنا هو الباست بارتيسيبل، لا كيفاش نديروا الباست سامبل ديال irregular، كيفاش نديروا هادي. هاد الاسئله كاملين اللي غادي يطرحوا مني غادي نوصلوا للدروس المهمه، حاولت انا نحيدهم دابا باش نبقاو غاديين بدون مطبات، نبقاو غاديين مزيان بلا ما نوقعوا ثاني في شي حفره ونبداو نعاودوا من الاول. نتمنى ان هادشي هذا يكون فادكم. ما تنساوش كلشي يمشي لاباج فيسبوك دابا اللي غادي نخلي لكم في اول كومونتير، وتيليشارجيو هاد الفوتو كتبوها في الديفسار اللي يديكم ديال الانجليزيه خاص بالامتحان الجهوي بالنسبه للناس ديال باك ليبر، وبالمراقبه المستمره الناس اللي باغا تجيب معدل مزيان. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.